أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد عندنا شخص يقرأ الرقية على الناس ثم يدخل بعض الجن في الإسلام ويرسله إما لإبطال السحر في مكانه أو إخراج جني آخر من المريض، هل فعله هذا جائز؟ هذا لعاب ومشعوذ، يتصرف بالجن، هم الجن خدم له يتصرف فيهم، هذا يشعوذ على الناس ويدجل على الناس، فلا يجوز هذا العمل ولا يجوز تصديقه. نعم.